بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط مع موضوع جديد، وهو كيف يتأثر او تتأثر البورصة المصرية بطرح اسهم العاصمة الادارية، وده تأثير ايه على البورصة المصرية لو تم، كما طبعا اذيع من ان العاصمة المصرية الجديدة او العاصمة الادارية سوف يتم طرح اسهمها في البورصة المصرية. بالتأكيد لو تم هذا الطرح في الميعاد المناسب او المحدد له وبالطريقة السليمة دون اي اعاقات او تعوقات، فده هيكون ليه تأثير كبير جدا على البورصة المصرية، كما حدث في البورصة السعودية، والعاملين في البورصة والمهتمين بالبورصة عرفوا ذلك لما طرح اسهم شركة ارامكو السعودية بحجمها المهول الكبير ووزنها الثقيل في السوق. لما تم طرح اسهمها في البورصة السعودية كيف حدث انتعاش للبورصة السعودية؟ النهاردة بنشوف عدد من التأثيرات على البورصة المصرية نتعرف عليها لو تم فعلا طرح اسهم العاصمة الادارية الجديدة في البورصة، وهو 5 أو 6 تأثيرات بالتأكيد. رجاء انزل اضغط لايك، انت المشجع الوحيد لمثل هذه الفيديوهات التي لا تحقق الكثير من المشاهدات، وهذا بالرغم من كده هذا لا يزعجنا، ولكن نحن نقدم دائما المفيد ولن نقدم الا المفيد. العاصمة الادارية الجديدة لو تم طرح اسهمها فهتجذب سيولة كبيرة جدا للبورصة المصرية، وهتجذب سيولة سواء من داخل مصر واستثمارات اجنبية واستثمارات عربية، لان الطرح هيكون كبير بحجم كبير فيسبب زيادة سيولة في البورصة، وزيادة السيولة في اي بورصة بيؤدي الى انتعاش وارتفاع اسعار الاسهم في البورصة. الطرح ايضا في اسهم العاصمة الادارية ده هيؤدي الى ان المؤشر الرئيسي في البورصة هيبقى فيه تنوع في الاسهم وعدم انحصارها في سهمين او 3، لان انت عارف ان البورصة او اي بورصة في عدد محدود من الشركات بيقود البورصة للصعود او الهبوط او بيؤثر تأثير كبير في البورصة. على سبيل المثال البورصة المصرية شركة مثلا شركة في البورصات في البورصة السعودية شركة ارامكو رئيس لها تأثير كبير، بعض الشركات 2 أو 3 في البورصة المصرية لهم تأثير، فطرح هذه الشركة سيؤدي لتنوع شركات كبيرة زي دي، هيبقى في شركة اكتر من شركة بتؤثر في السوق، وبالتالي هيحصل في انتعاش في السوق الاسهم المصرية. الطرح ايضا سيؤدي الى دخول مؤسسات جديدة في البورصة، وبالتالي تنوع المستثمرين، بمعنى هيدخل شركات هيدخل افراد من هنا وهناك سواء مصريين او عرب او اجانب، فيبقى في فئات مستثمرين كبيرة هتدخل البورصة المصرية. ايضا هذا الطرح للعاصمة الادارية الجديدة في البورصة هيؤدي لجذب سيولة كبيرة بالمليارات، وهيرفع رأس المال السوقي وهيسهم في منافسة البورصة المصرية للبورصات العالمية بالتأكيد. وممكن في الحالة دي بيتم ادراج، قد يصل الى انه يتم ادراج مؤشر البورصة المصرية في المؤشرات الدولية زي مثلا مؤشر مورجان ستانلي، فزيادة السيولة الكبيرة اللي هتحصل بيرفع من منافسة البورصة المصرية للبورصات العالمية. ايضا هيجذب مؤسسات عملاقة للدخول في البورصة المصرية زي ما حصل لما تم طرح ارامكو السعودية في البورصة السعودية عام 2018، وجذب استثمارات ومؤسسات عملاقة، فقد يؤثر طرح العاصمة الادارية اسهم العاصمة الادارية بتأثير مثل ما حدث مع ارامكو شركة ارامكو في البورصة السعودية 2018.
وممكن نصل إلى أن البورصة المصرية تعود لعصرها الذهبي 2007. أيضا طرح أسهم العاصمة الإدارية في البورصة لا تنسى أنه سيؤثر على القطاع العقاري، وسوف يكون القطاع العقاري من أكبر القطاعات وانتعاشا في البورصة المصرية. يعني شركات أسهم شركات العقارية كلها عند هذا الطرح سوف يرتفع سعرها، وهتكون هي الرائدة والمحركة والمؤثرة والأساسية في البورصة المصرية. ده كان سريع شرح عن كيف يؤثر طرح أسهم العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية. أرجو أن أكون وصلت لك فكرة ولو بسيطة عن هذا التأثير إذا كنت مهتم طبعا بالتجارة في البورصة والأسهم المصرية. ونحن على قناة شرح بسيط شرحنا الكثير والكثير من الاستثمار الأموال في شتى الطرق وبشتى الطرق. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.